وسهلا بيكم على العلالي للديكور وتزيين الكيك. انا مريم وهكون معاكم طول فتره الكورس. الحقيقه فكره الكورس بدات من تجربه شخصيه. كان حوالي من 7 سنين وجيت اعمل تورتايه عيد ميلاد بنتي. كان قدامي حاله من اتنين، يا اما تورتايه عاديه من اللي بيبقى فوقها فاكهه، يا اما التورتايه اللي بيبقى عليها الصوره. بس مش ده اللي انا كنت عايزاه. انا كنت عايزه اعمل كيكه مجسمه او كيكه 3D. في الحقيقه بدات ادرس واخد كورسات واعمل دبلومات، والحمد لله دلوقتي بقى عندي لاين كبير من انتاجاتي الخاصه. هدفنا في العلالي نخلي اي حد بيتفرج علينا يقدر يعمل الكيك اللي نفسه فيه بدون اي اخطاء. هنديكوا كل اسرار المحترفين وكل الخبايا بتاعه تزيين الكيك. تابعونا.